اهلا وسهلا بكم اخواني اخواتي محبي قناه ورد الجوري. في وصفه ديال اليوم وصفه اللي غادي يحبها الكبير والصغير بطبيعه الحال، لانه وصفه شويه سهله وفي نفس الوقت غتحببنا اننا نكونوا من اكلين ومن محبي الدنجان. لهذا الدنجان اكيد كتعرفوا الفوائد ديالو، وكنصحكم انكم تاكلوه وتاكلوه الوليدات ديالكم. هذا الدنجان راه فيه فوائد بزاف مفيده للصحه، وان الانسان يستهلكه بطريقه لية غير يتشوى، يعني فيكم انكم غير ديروه في الفرن ويتشوى راه وتاكلوه، راه غني بزاف بالاملاح المعدنيه وفي نفس الوقت فيه فوائد صحيه بزاف بزاف بزاف، كنصحكم به. وانا اليوم عندي لكم وصفه ليه، وصفه زوينه بزاف وفي نفس الوقت غيديروها الرجال وغيديروها النساء. هاد الوصفه اخواني اخواتي ديال الدنجان غادي نبداها معكم ان شاء الله. وهنا غادي تشوفوهم معايا، هنا كيكون كتكون موتزاريلا ولا كيكون فخوماج. انا عندي هاد الفخوماج اللي هو فخوماج ديال المعاز، اللي هو شويه كنستهلكو بزاف، في نفس الوقت هو فيه شويه ديال الغموليه اللي كنقولو حنا. هاد الغموليه في الفرماج راه مفيده، ما تقولوش بانه راه، بالعكس بقد ما الفرماج كيختمر بقد ما فيه واحد البكتيريا كتنفع كتنفعنا وكتقضي لينا على البكتيريا اللي في الدات ديالنا. الوغ كنصحكم بالفرماجات اللي فيهم هاد طبيعة الحال اللي يقدر ياكلهم ويستهلكهم، لانه فيهم واحد الرائحه شويه فور يعني قاصحه، يمكنش اي حد غادي ياكلهم، ولكن هذا راه بزاف زوين، هذا زوينه فيش ديك الرائحه وشويه مالح. هذا علاش غنستخدمه في هاد الوصفه ديال اليوم. وهنا كيكون عندنا المكون الرئيسي ديالنا اللي هو الدنجان، كتكون دنجانه صغيره وكتكون كبيره اكيد كناخذوها من الحجم الكبير. هنا اكيد حتى هو كنديروا بصله وكنديروا مطيشه، يعني حنا عندنا اربعه د المكونين اللي عندنا ها هما، وكنديروا واحد كما دائما كنعتمد في المطبخ ديالي انايا، كنديروا جوج عرشات ديال ورقه سيدنا موسى اكيد كمنسمه. وهنا الحمض كنغسلوا به هذه هاد الدنجان، لانه دغيا كيتاكسيدا هو بحكم انه مضاد للاكسده، يعني دغيا 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 خصنا نديروا عليه الحمض باش ما يكحلش لينا. هنا غنوري لكم الطريقه ان شاء الله، وغادي تبداو معايا. واكيد غادي نسموه بالزيت اللي هي الثوم والفلفله والنكهه ديال القزبر. على بركه الله غادي نبداو، خليكم معايا. المهم انا اليوم غادي نستعمل هذه اللي غادي نستعمل، وهنا على بركه الله غنحتاجوا اننا نقطعوا هذه. كيفاش غنقطعوها؟ هنا غنقطعوها بهكا بلي ترونش، اننا من غير نفلحوها، يعني هنا غير كنفلحوها اخواني اخواتي. شوفي كيفاش غادي ندير، غنفلحها من هنا حتى الفوق، ما غاديش نقطعها حتى لافه، لان لازم انها تشبر ليا في هذاك ديالها، في هاد العرش ديالو خص يعني تشبر فيه، يعني حدها تكون هكا بحال لا كتحلو شي ظرف شي جوا، بحال كتحلو شي جوا هكايا، يعني كتحل في هاد الجهه وما كتحلش في هاد الجهه، كنفلحوش في هنا، كنفلحو غير هنايا. ها نتوما لاحظوا معايا، هاد الوصفه غتعجبكم اكيد، لانه غيحبوها الوليدات بحكم الديكور ديالها، وفي نفس الوقت راها زوينه وشكلا وكموضوعا وعن غادي تحبوا الدنجان. ها نتوما اخواني اخواتي كيفاش قطعتو، ها نتوما قطعتو بطريقه انني بحال، ولكن هنا راه ما مقطعش في اللور، راه ما مقطعش. ها نتوما الا كتشوفوا، واسفه لاني عندي ضوء الاضاءه عندي شويه قليله. هنا كنحاول كنزرب عليه، كندير له الحامض دائما، ملي كنقطع شويه كندير الحامض باش ما يكحلش، كتعرفوا الدنجان دغيا كيكحل. ها نتوما كتسدوه شويه هكا باش داك الحمض، عاوتاني كنبدا نقطع حتى كنقطعو كامل هاد الدنجان ديالنا بهاد الطريقه. كنتمنى تفهموا الطريقه باش قطعناه، راه سهله ما فيها حتى شي تعقيدات، غير انه يعني باش تجي لكم الديكور ديالها زوين. ما تفلحوش حتى الاخر في التقطيع، ما تقطعوش مزيان، كيتقطع غير بواحد المرسيات اللي هما. ها نتوما اخواني اخواتي، ها نتوما، ولكن في اللور راه ما كيتقطعش، هنا في اللور هاد اللور ديالو هنا ما كنقطعوش، يعني يدوب كيتقطع من هنايا، كيولي بحال الظرف بحال شي
شي كتاب الا حليناه. وهنا عاوتاني كنزربوا اننا نديروا الحامض. ما تنساوش هذه الخطوه اخواني اخواتي انكم الدنجان ديروا ليه الحامض باش ما يكحلش، لانه كيكحل دغيا كيكحل. هنا ملي كنديروا الحامض راه صافي ما كيبقاش اللون ديالو كيكون اسود ما كيكحلش. ها نتوما حنا الغايه من الحامض انه نخليوه ما يكحلش لينا، وغادي نخليه بطبيعه انه ياخذ راحته. وانا غادي نقطع البصله، غادي نقطعها بدوائر. كتحسبوا على الدوائر اللي قطعتوا في الدنجان ديالكم. كتقطع هذا بحال الكغاتان، ولكن ماشي كغاتان، هي خضره صحيه في نفس الوقت ما فيها فخوماج. اخواني اخواتي فيكم تبدلوه بالموتزاريلا، يعني اللي ما عندوش فخوماج هذا ماشي ضروري، لا فيكم ديروا فرماج عادي، فيكم ديروا غير الموتزاريلا. هنا اخواني اخواتي كنقطعوا الطوماط ديالنا حتى هي مرصويات رقاق، وكنقطعوا عدد الدورات اللي عندنا في هاد الدنجان هذا. هنا اخواني اخواتي غادي ناخذ الوصفه ديالي اللي عندي، اللي هي ها نتوما ديال الدنجان ديالنا. ها هو راه ما كحلش اللون ديالو، بالعكس ملي درت له الحامض ما يمكنش انه يسود اللون ديالو. نتوما اخواني اخواتي كما قلت لكم في نفس الوقت ما تقطعوش ما تفلحوش حتى لهنايا باش تفلحوا وتحلوا كل شيء، الا حدو كيتحل بحالي تحل بحال شي كتاب. هانتوما وهنا اخواني اخواتي هنا الطريقه باش غنخدموا هنا الدنجان اللي هو اللي عندنا. كنديروا طوماط وكنديروا بصله. هانتوما كنديروا طوماط وكنديروا بصله، عاوتاني كنديروا مطيشه في الجانب هذا وكنديروا بصيله في هذا الجانب هذا. نفس الشيء كنخدموا دائما العكس، هنا مطيشه وهنا البصله. حتى كنكملوا الاعداد اللي عندنا ديال البصله وديال المطيشه اللي عندنا. كنقلبوا لهاد الجهه باش نخدموا هاد الجهه الاخرى. كتجي شهيه وكتجي رائعه في الحطه، يعني غتعجبكم اكيد وغتعجب الوليدات ديالكم وغتعجب حتى الضياف ديالكم. هنا عاوتاني كندير بصله، وهنا كنخدم عاوتاني مطيشه بهاد الجهه باش يجي الديكور زوين. نتوما اخواني اخواتي وانا مازال ما كملت بطبيعه الحال لان باقي ليا هنا. هنا اخواني اخواتي حليت هذا الفخوماج ديالنا، هو هذا هكا كيجي. وهنا بطبيعه الحال هذه هي الدنجان. ها نتوما اخواني اخواتي هكا كتجي، يعني كتشهي حتى في الديكور، وفي نفس الوقت كتجي واحد الحاجه اللي هي رائعه، ديكور رائع وصاينه ومن اللور راها صاينه. ها نتوما اخواني اخواتي الدنجان ديالنا كيفاش كيكون من اللور. يا كنديروا العكس دائما، كنديروا واحد مطيشه من هاد الجهه وبصله من هاد الجهه، عاوتاني كنديروا العكس. هنا كنديروا بصله، هنا كنديروا مطيشه، هنا كنديروا عاوتاني بصله، هنا كنديروا مطيشه. بحال ديال درتو الطاجين فيكم ديروا بالكفته، فيكم ديروا باي حاجه شهيتوها نتوما. نتوما اكيد اخواني اخواتي الذوق يختلف، انا درتها بهذه الطريقه. وهنا غادي نخدم الفرماج بواحد الطريقه اللي هي ها نتوما غنحطها هنا. والفخوماج هذا راه مالح، يعني ملوحه شديده. هنا كناخذوا غير شي مخصويات هكا كندخلهم هنا، يعني هاد المخصويات ديال هاد الفخوماج غادي يملح ليا. وفي نفس الوقت انا ما كناكلش الملحه كالعاده، راكم كتعرفوني الملحه والسكر انا ما كنستعملهمش، يعني في المطبخ كنحاول انني نتفادى الملوحه والسكر، ما كنحببهمش. في نفس الوقت فيهم خطوره، تعرفوا بالنسبه نسبة الامراض اللي كتكون دابا في صحه الانسان راها كلها بسبب السكر وبسبب الملحه. الوغ هنا كنصحكم انكم دائما تحافظوا على الصحه ديالكم وتستغنيوا على الملحه والسكر، نقصوا منهم. كاين الناس اللي ما يقدروش، مستحيل انه ينقصوا منهم، مستحيل، كيقول لك مستحيل، لانه من كثر ما
ما كيستهلكوا السكر ويستهلكوا الملحه، كتجيهم صعوبه ينقصوا في ياكلوا الماكله عاديه. هنا كذلك غندخل شويه من هاد الجهه، يعني فيني نتحكموا فيها بيد واحده. اخواني اخواتي كديروا كلشي الفرماج كديروه، ما يمكنش انني نكثروا وما يمكنش انني نزيد فيه نزيد الملحه في هاد الاكله هادي لانه مالح. وانا راه كما قلت لكم راه ما كناكلش الملحه، ما كنستهلكش الملحه. وهنا اخواني اخواتي الطبق ديالي وجدته هو هذا، بنجان بالمطيشه والبصله والفرماج. وما غاديش يفوتني هنايا انني ندخل فيه جوج عرشات ديال ورقه سيدنا موسى، ها هما كتدخلوهم في هاد الجوانب هكا باش يطلقوا لي البنه ديالهم. هنا اخواني اخواتي ها نتوما كما كتشوفوا، يعني درت له حتى القزبر في الفوق، ها نتوما ما كيبقى لي هنا الا انني نزيد عليه هاد الزيت اللي هو الزيت الزيت اللي ما كيخطانيش انا، وما يمكنش انني نستغنى عليه انايا في المطبخ، لانه الصراحه ملي كتجربوه ما يمكنش انك تستغنى عليه نهائيا. فيه النكهه ديال الثوم، وفيها النكهه ديال التحميره والعطريه، وفي نفس الوقت راه حار وزوين بزاف للناس اللي كياكلوا الحرور بحالي. هنا كتكتمل الوصفه ديالنا، وهنا غادي ندخلوها الفور بطريقه هذه اللي غتشوفوا. ما كنديروا ليها والو الا داك الزيت اللي درنا في التحت اللي خوينا عليها، كطيب بوحديتها. اكيد فيكم انكم تدعوا عليها. وغندخلها للفور حتى كطيب ليا من التحت، عاد غادي نحيد عليها باش انها تحمر ليا من الفوق. هنا اخواني اخواتي الوصفه ديالي ها هي، غنديرها في الفور ها هي، وغادي نخليها بطبيعه الحال غنشعل ليها غير من التحت باش انها طيب وتطلق لك الماده شويه، ومن بعد غادي نشعلو عليها من الفوق باش انها تحمر لنا من الفوق ان شاء الله. واكيد نتلاقاو في الطبق النهائي. هنا غادي نخليوها طيب ان شاء الله على درجه حراره ديال 200، غادي نشعل ليها 200 لتحت، وغادي نخليها غير طيب من التحت حتى كتحمر، عاد غادي نشعل ليها من الفوق باش تعطينا داك اللون، وفي نفس الوقت الفرماج حتى هو يطيب وكلشي يطيب. طبيعة الحال عجبكم هذا الفيديو بارطاج بارطاج بارطاج، وفي نفس الوقت شاركوا وفعلوا زر الجرس وصلوا بجميع الفيديوهات اللي غادي ننزل ان شاء الله. وهنا غادي نتلاقاو في الطبق النهائي في التقديم ان شاء الله. الى اللقاء. هنا اخواني اخواتي بعد ما غادي نقدم لكم الطبق النهائي والطبق الرئيسي ديالي، غنوريه لكم لان الاضاءه شويه عندي ضعيفه. ها نتوما كيفاش خرج لينا، يعني مازال طلق لينا شويه داك الحرور اللي كاين في التحت ها هو راه طاب فيه، وداك الماء ديال مطيشه طوماط وداك ديال البصله راه طابو. هنا كيجي بهذه الطريقه اللي هي جميله بزاف بزاف. شوفوا كيفاش طاب، شوفوا كيفاش ولا كيفاش تحمر، شوفوا كيفاش مطيشه مشات حتى هي ما بقاتش. ها نتوما يعني غراتان وجميل رائع بزاف، في نفس الوقت راه كيشهي وغادي يحبوا وليداتكم، وفي نفس الوقت غتاكلوه حتى نتوما ولا حطيتوه للضياف اكيد غيعجبهم. غادي نحاول انني ناخذها من هنايا المده ديالها، غنحيدوه لانه خلاص صافي طابها هو ديال الباذنجان هذا، غادي تحيد كيتحيد بوحدو. وهنا اكيد غادي نتحكم فيها لانه مادام هي طيبه ما تخاف والو. هذا هو الطبق النهائي ديالنا ديال الموتزاريلا ولا الفرماج اللي حبيتي ديروه، ديروه مع مطيشه و البصله، وفيكم انكم تزيدوا اي حاجه زدتوها راه كتكون هكا. شوفوا كيفاش كيشهي وشوفوا كيفاش حزوين. وعلى فكره باش نقول لكم نحب هنايا انني نعتذر للاخوه والزملاء والاصدقاء ديالي والناس المتتبعين ديالي الدراري، خصوصا الدراري اللي في الغربه. كنقول لكم سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ما كنقصدش انني نشهيكم، لانه اغلبيه الدراري كيقولوا لنا شهيتينا، علاش كدينا في الاطباق هادو كتشهي فينا؟ سمحوا لي الدراري، انا عارفه بحق الغربه وكنطلب منكم السماح وحقكم في الجنه ان شاء الله. هذا هو الطبق ديالنا كما كيجي الطبق ديالنا النهائي، هو هذا
هانتو مع الفرماج اللي كاين ومع البصلة في نفس الوقت راه كيجيب لي طرونش وكيتهي. كما كنقول لكم دائما مرحبا بكم وشاركوني بطبيعة الحال باللي لايك لي لايك لي لايك ديالكم واللي بارطاج وديروا ليا تفعيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكاع الفيديوهات ديالي. والناس الجداد في قناتي قناة ورد الجوري دائما متعددة المحتوى وكنرحب بكم وكنقول لكم تبعوني وتشاركوا معي وتفاعلوا بكم ان شاء الله غادي توصل قناتي. وهنا كنودعكم وكنقول لكم ختاما لهاد الأكلة طيبة كنخليكم وكنقول لكم أمسية سعيدة ولنا موعد ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله وشكرا لكم.